طيب هنروح للخبر اللي بعد كده. طيب الخبر اللي بعد كده، النهارده كان يوم ممتلئ بالاحداث داخل النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب استقبل وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل النهارده الظهر وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسه الاسباني انطونيو سيبنيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الاسيوي، والدكتور ابراهيم قناس نائب رئيس الاتحاد الدولي ايضا ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب اسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر الابيض المتوسط، ومحمد الظهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائبه حسام عجور وعبد الفتاح النجار والمدير التنفيذي لمنتخب مصر، والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. طب ليه زاروا النادي الاهلي؟ لان النادي الاهلي قلعه كبيره جدا للكاراتيه في العالم، وخرج طبعا جانا فاروق نجمتنا اللي حصلت على اول ميداليه اولمبيه في الكاراتيه، اول ميداليه اولمبيه في الكاراتيه حصلت عليها جانا فاروق، ومهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي كان بطل عالم في الكاراتيه. فطبعا كانوا جايين النهارده يزوروا القلعه الكبيره دي ويشوفوها اللي سمعوا عنها كبير كتير. كابتن محمود الخطيب رحب بالوفد ده واكد ان النادي الاهلي دوره هو دعم المنتخبات الوطنيه. خلاص. واللي اتكلم مؤخرا بتتويج جانا فاروق نجمه النادي الاهلي ببرونزيه اولمبياد طوكيو، ودي كانت اول ميداليه مصريه وعربيه وافريقيه في التاريخ بالنسبه للعبه الكاراتيه. يمكن بعديها جت طبعا فريال اشرف. ومن ناحيه ثانيه بقى الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وهو بطل العالم السابق وكل الحضور عارفينه. وخدوا جوله تفقديه وكانوا سعداء جدا بالامر ده، وقالوا انهم فخورين بزياره النادي الاهلي صاحب الرياده العالميه والعربيه والافريقيه، وتصوروا مع دولاب بطولات النادي الاهلي التاريخي.